ابانوب فليكس نجم عرب جوت تايلاند، بنرحب بيك معانا ومرحب بلولو. اهلا بيك، ازيك؟ ليه لولو؟ يعني راجل وما شاء الله ودقن وشنب، فليه لولو اسم بنت قوي؟ ما هو إيه؟ هو اسمه لؤي والدلع لولو. لا والله. طب عاجبك اسم لولو؟ عاجبك؟ بس يعني بس اديني المايه كده، ما تدلوش هو عشان هو ما على فكره هو مش حقيقي، انا اللي حقيقي يعني، هو دبدوب ما تدلوش المايك. لا بس انا بقول عليك انا تدي له المايك. لا انا زعلان. خلاص هقول لك على حاجه، ايه؟ تيجي نلعب لعبه يا لولو؟ اه اوريك بقى الموهبه. ماشي. الو 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 يا لهوي، ايه ده؟ الله، انت بتتكلم ازاي؟ من بطني. ايوه. ايه رايك؟ جامد. حلو. جدا. يا سلام. انت بتعرف تعمل موهبه؟ انا ارد على اي سؤال بسرعه. ترد على اي سؤال بسرعه؟ عاصمه مصر ايه؟ الجيزه. ايه ده؟ غلط. بس جاوبت بسرعه. جاوبت بسرعه؟ لا مش بتكلمش تاني. حاضر، انا اسف. العروسه دي انت عملتها صممتها مخصوص؟ اصل انا حاسه انها فيها شبه منك، يعني انا اسفه بالكلمه والله، بغض النظر عن الشعر يعني. انا اول حد يقول لي كده خالص. والله مش عارفه. هو ده شبهي؟ لا ولا لا؟ شبهي؟ 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 كل الناس عماله تقول لا، شبهي ده؟ شبهي ولا لا؟ بص اقول لك على حاجه، انا ده جايبه من امريكا. والله. امريكاني مصري. الصراحه؟ الصراحه ايه؟ امريكاني. بص الصراحه انا جايبه من امريكا، ليه اخ تالت غير طبعا كريس احنا اخوات. ليه اخ تالت اسمه مايكل، ده في امريكا. فانا يعني هو نازل، قلت له نقيت كده شويه شخصيات، قلت له عايز دوت ودوت ودوت، فهو نزل بقى مصري. بقى كام سنه معاك بقى؟ يا لهوي، 9 10 11 12 13. يا ابني ده 9 سنين. 9 سنين. يا سلام. ايوه. يا لهوي، بس كده خلاص. مش ناوي تغيره؟ يعني هو بس لولو اللي بتلعب معاه ولا في حاجه؟ لا في عندي عرايس كتير قوي، وعندي عرايس اصلا محطوطه في كيسه هتظهر في مفاجآت بقى. استنوا مني مفاجاه جامده جدا يا جماعه. حاجه كده مش هينفع اكلم فيها، بس ايه، استنوا المفاجاه دي. تابعوني بقى على الفيسبوك بقى بنوف فليكس، هتلاقوا مفاجاه جامده جدا. حاطط عرايس جديده باشكال مختلفه، ما مش هنقول دلوقتي. ماشي خلاص، مش هينفع نقول. خلاص بس. هو بطوطه؟ لا معايا بطايه بس فوق بقى، يعني في العربيه. كلمنا ايه المواقف المحرجه اللي تعرضت لها في الشارع، خصوصا انت بتنزل انت ولولو؟ محرجه؟ هو مفيش حاجه محرجه بصراحه، ما فيش حاجه حصلت لك قبل كده كتير، بس هي كلها حب يعني. يعني الناس كلها بتحب العرايس وبيهزروا معاك انه صاحبهم بقى لهم 50 سنه. يا بنتي حد خايف من ناس؟ في ناس كتير قوي بتخاف من العرايس. في في بس انا بعمل الحركه اللي هي الايك خفيفه دي، اي حاجه كده خفيفه. انا ما عرفت، انا خايفه من عيني اصلا. يلا باي باي يا لولو. باي باي. سلام.